التفريع على ما قبله، ولذلك قال المتولي يستحب التعبد في كل ليالي العشر. ودي يمكن حكمة ان النبي صلى الله عليه وسلم سمى الاعتكاف في العشر الاواخر عشان الناس ما تفوتهمش ولا ليلة في العشر الاواخر. يستحب التعبد في كل ليالي العشر حتى يحوز الفضيلة على اليقين. وعند غير الشافعي انها دائرة في السنة كلها، فينبغي ان يجتهد في كل لياليها طلبا له. طب واقل ما تحيى به عشان تبقى ادركتها في السنة؟ ان ما يفوتكش صلاة عشاء في جماعة وتنام على نية ان تصلي الفجر في جماعة. كويس، فلو صليت العشاء في جماعة طول السنة تبقى ادركت القدر يقينا على كل المذاهب. واضح؟ سهلة دي، لان من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، مش كده برضه؟ فلو ضفت ليها كمان صلاة الفجر الجماعة يبقى ليلة قمت الليل كله، تبقى حلوة دي. فالواحد يواظب على ايه؟ صلاة العشاء في جماعة والفجر في جماعة طول العام طول عمره. يوم ربنا سبحانه وتعالى يجعله من اهل ليلة القدر طول عمره، ما تفتوش ابدا على كل مذاهب المسلمين اللي هم بيقولوا انها بتقل طول العام. فدي سهلة يعني. دائرة في السنة فينبغي ان يجتهد في كل لياليها طلبا لها. قوله لكن ليالي الوتر، وسيدنا ابن ابي جمره كان اوصى بان الانسان بعد صلاه العشاء كل يوم يصلي ركعتين بنيه قيام الليل، ويقرا في اول ركعه الاولى خواتيم سوره البقره، وفي الركعه الثانيه خواتيم سوره ال عمران، لان ورد حديث صحيح انه من قام بهما في ليله كفتاه، اللي هي من اول ايه؟ لله ما في السماوات وما في الارض، وان تبدوا ما في انفسكم وتخفوه، الى اخر سوره البقره اللي في الركعه الاولى، والركعه الثانيه من اول لله ما في السماوات وما في الارض، لله ملك السماوات والارض، والله على كل شيء قدير، ان في خلق السماوات والارض، في الركعه الثانيه. فيجيبها ركعتين كل يوم بعد العشاء بنيه قيام هذه الليله، تقوم ايه؟ تكفيه عن قيام الليله كلها وطول العام، يبقى كده خلاص عمل اللي عليه. والحكايه يعني ركعتين بالسوره دي ما تاخدش في ايده خمس دقائق. سهله يعني، ربنا ميسر لهذه الامه اسباب الخير كلها. قوله لكن ليالي الوتر ارجاها، استدراك على قوله. قوله لكن ليالي الوتر ارجاها، استدراك على قوله منحصره في العشر الاخير مع قوله فكل ليله منه محتمله لها، لان ظاهره ان جميع لياليه مستويه، فدفع ذلك بالاستدراك، والراجح انها تلزم ليلة بعينها فلا تنتقل عنها. ده اللي رجحه مين؟ الشيخ البيجور. الراجح انها تلزم ليلة بعينها فلا تنتقل عنها، لكن الخلاف كده الامام النووي مرجح غير كده، مرجح انها متحرك. ولما تجمع نصوص الامام الشافعي يدلك على انها متحرك. فالراجح عند الامام البيجوري انها ثابتة وتلزم ليلة بعينها فلا تنتقل عنها، ده رأيه. وقيل عبر عنه بصيغه التضعيف لانه يخالف ما رجحه هو، وان كان هذا قوي عند غيره. وقيل انها منتقله، فتارة تكون ليلة 21 وتارة تكون ليلة 25 وهكذا، وعليه جرى الصوفية وذكروا لذلك ضابطا وقد نظمه بعضهم بقوله. عملوا ضابط الصوفية كده حلو، لو حفظته او كتبته في ورقة كده زي ما تقول برشامة تشيلها كل رمضان تبقى فاكرها، فتبقى حلوة لطيفة حطها في الامساكية حتى. بيقول وإنا جميعا إن نصم يوم جمعة، يعني لو بدأنا صيام رمضان يوم جمعة، ففي تاسع العشرين خذ ليلة القدر. يبقى لو بدأ رمضان يوم جمعة الصيام، يبقى ليلة القدر عندهم ليلة 29. وإن كان يوم السبت أول صومنا فحادي وعشرين اعتمده بلا عذر. سهلة؟ يبقى الجمعة لو بدأت صيام الجمعة يبقى ليلة 29 القدر، لو بدأت السبت يبقى ليلة 21 القدر. وإن هل يوم الصوم في أحد، يوم الحد يعني، ففي سابع العشرين ما رمت فاستقر. كويس؟ وإن هل بالاثنين، لو بدأت صيام يوم اثنين، فاعلم بأنه يوفيك نيل الوصل في تاسع العشرين، تاسع وعشرين، تاسع العشرين يعني العشرين. يبقى عندنا 29، لو كان يوم اثنين أو يوم جمعة، لو بدأنا صيام يوم جمعة أو يوم اثنين يبقى ليلة 29، ده عند رأي مين؟ كثير من أولياء الصوفية.
ويوم الثلاثاء إن بدا الشهر فاعتمدوا على خامس العشرين تحظى بها فدري. لو جاء الصيام من ثلاث تبقى ليلة 25. وفي الأربعة إن هل يا من يرومها فدونك فاطلب وصلها سابع العشرين. 27 يبقى عندنا 27 يوم لو بدأنا الحد ولو بدأنا الأربع. لو بدأنا الصيام يوم حد أو بدأنا الصيام يوم أربع هتبقى ليلة 27، ولو بدأنا الصيام يوم جمعة أو يوم اثنين يبقى 29. سهلة. ويوم الخميس إن بدا الشهر فاجتهد توافيك بعد العشر في ليلة الوتر. بعد العشر اكسرها كده العشر عشان تبقى العشرين يعني، مش بعد العشر، بعد العشر في ليلة الوتر يعني ليلة 21. يبقى ليلة 21 لو صمنا خميس أو صمنا السبت، لو بدأنا سبت أو خميس تيجي ليلة 21. سهلة. ده منتهى يعني كلام. ما هو كثير من الأولياء خدوم الفتوحات. وأنا واخد بالي، ما هو خطوات لأيام الفتوحات، أهل الكشف يعني. طب وأهل الكشف يعني كلامهم يقيني؟ لا، مش يقين، لأنه مش وحي، الكشف ليس وحيا. واضح؟ لكن يعني يستأنس به لا بأس. لا بأس إنك تستأنس به، دي حاجة كويسة. ليه ليس وحيا؟ لا يعني ليس يقينيا. لأن ليس الطعن في الكشف، ولكن الطعن في من كشف له قد يدرك خطأ فيعبر خطأ بس. لكن الكشف ده حق من الله، لكن هل كل واحد يشوف الحق يعرف يعبر عنه صح؟ ممكن يختلط على التعبير. وبالتالي احنا بنعرف الكشف من اهل الكشف بتعبيرهم هم، فيحتوي علشان كده انت تاخده وتاخده ايه بحذر شوية. فان خالف ما جاء في الشرع ما تاخدوش، وما تطعنش في ولاية المكشوف له برضه. خد بالك، يفضل ولي على عيننا وعلى راسنا، لكن ما ناخدش بيه ليه؟ لانه خالف الشرع اللي احنا امنين فيه الخطا، وانه وحي يوحى والنبي مامون الخطا فيه. انما الولي مش مامون في الخطا في كشفه والهامه، مش كده برضه؟ وعشان كده الالهام لا تؤخذ به الاحكام، لكن الوحي تؤخذ به الاحكام، والالهام للولي والوحي للنبي. واضح؟ وعشان كده احنا قلنا ان سيدنا الخضر الراجح انه نبي مش ولي، لانه قتل بالالهام، ولو كان ولي لا يقتل بالالهام، ولكن قتل الغلام، ولا يقتل الا بوحي، لو الهام يحرم قتله. فطالما قتل الصبي دل على ان الهامه وحي، والالهام لا يكون وحيا الا لنبي، يبقى مش ولي. واضح؟ لان اختلف في نبوه القدر ولا هو ولي ولا نبي، يعني الله اعلم، انا ارجح والله اعلم انه نبي وليس ولي، بدليل انه قتل ولا يقتل بالهام الولي، ولكن يقتل بوحي النبي. واضح؟ من القتل من الكبائر. يعني انت مثلا لو شفت انك بتذبح ابنك تقوم تذبحه؟ ولو تكررت الرؤية كل يوم تقوم تذبحه؟ ما ينفعش. لو ذبحته يقبضوا عليك تبقى مجرم. لكن سيدنا ابراهيم لما يشوف ابنه بيذبح ابنه يقوم يذبحه، لان النبي رؤية النبي واحد. واضح؟ في فرق بين رؤية الولي ورؤية النبي، مهمة الحاجات دي. واختار في المجموع والفتاوى القول بأنها منتقلة. مين اختار في المجموع والفتاوى؟ الإمام النووي يعني. القول بأنها منتقلة، وكلام الشافعي رضي الله عنه في الجميع بين الأحاديث، في الجمع بين الأحاديث يقتضيه، ولذلك قال في الروضة وهو قوي. يبقى ترجيح الإمام النووي على أنها منتقلة، وترجيح الإمام البيجوري على أنها ثابتة، وترجيح سيدنا عبد الله بن عباس أنها ثابتة وفي 27، وهكذا. قول وأرجى ليالي الوتر ليلة الحادي أو الثالث والعشرين، ده في مذهب الشافعي. وأرجى ليالي الوتر لأنهم معتمدوا على حديث في الشيخين رواه الإمام مسلم والإمام البخاري. قول وأرجى ليالي الوتر ليلة الحادي أو الثالث والعشرين، أي كما يدل للأول اللي هو الحادي والعشرين خبر الشيخين اللي هو رأيت أني في صبيحتها أسجد في ماء وطين. النبي صلى الله عليه وسلم قال كده لما رفعت
خرج القوم فليخبرهم عن ليلة القدر، فوجد ايه ناس بتتلاحى يعني بتتخانق او بتتناقش، فرفعت انسيها صلى الله عليه وسلم بشؤم ايه التلاحي ده، ولكن قال لهم انا عندي علامة ليها، ان انا رأيت اني في صبيحتها اسجد في ماء وطين، يعني في صبحها هسجد في طين، يعني معناها هتبقى في مطر. فسجد صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح في ماء وطين في ليلة 21، والحديث في البخاري صحيح ورواه الإمام مسلم أيضا، فهو من أصح الصحيح. ولذا قالوا الشافعية أخذوا بهذا الحديث وقالوا إيه؟ قالوا إنها ليلة 21، واللي قالوا إنها منتقل قالوا دي في ليلة 21 في السنة دي، لكنها تنتقل في السنين التانية، لأن مثلا بدر كان في 17 رمضان مش كده برضه؟ وقال لك يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، فيوم الفرقان يبقى ليلة الفرقان، تبقى ليلتها كانت ليلة القدر وكانت 17 مش كده برضه؟ يبقى منتقلة تتحرك. وإيه رأيك؟ ولو قعدت مع اللي بيثبتها يقنعك برضه، لكنك منك قاعد مع اللي بينقلها فبيقنعك برضه، لكن الأحسن زي ما قلت لك تاخد بنصيحة سيدنا إيه ابن أبي جمرة، كل ليلة تصلي العشاء جماعة وتصلي بعدها ركعتين تجيب فيها ثلاث أربع آيات الحلوين دول في سورة البقرة في آخر البقرة، وإيه وكم آية كده في أواخر سورة آل عمران، سهلة يبقى ديدانك كده طول عمرك سهلة يا رب. أي كما يدل للأول اللي هي ليلة الحادي والعشرين خبر الشيخين، وللثاني اللي هو 23 خبر مسلم، وعن ابن عباس أنها ليلة 27 أخذوها من سيدنا ابن عباس، كان ليه نظرة في القرآن عجيبة كده، أخذا من قوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، لما تقعد تعد كده إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي 27. أول ما قال لك هي الكلمة رقم 27 تبقى 27 كويس. وقالوا برضو استدلال تاني، ليلة القدر تكررت في سورة القدر ثلاث مرات وهي تسعة أحرف، ثلاثة في تسعة هذه الحكاية ها. ولكن طبعا الاستدلال العددي لا يقره كثير من العلماء، الاستدلال العددي ما بيستريحلوش كثير من العلماء، لكن بيستريحلوا بعض الايه بعض العلماء فلا بأس. المهم انك انت بتبطل تنبلة بقى في رمضان وما تضيعش صلاة العشاء طول رمضان على الاقل، ان لم تستطع طول العام فرمضان على الاقل بقى ما تضيعش صلاة العشاء والفجر طول رمضان، وتبطل بقى تنبلة. عارفين ايه تنبلة؟ كسل يعني، يقول لك تنبلة السلطان اللي هو ياكل وينام ياكل وينام، ما عندوش الا كده. أخذا من قوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر إلى سلام هي، فإن كلمة هي 27 من كلمات السورة، وهي كناية عن ليلة القدر وعليه العمل في الأعصار والأمصار، وهو مذهب أكثر أهل العلم، وفيها نحو 30 قولا، قول وله أي لصحته وتحققه، وله أي للاعتكاف، وله أي للاعتكاف شرطان، أحدهما النية وينمي في الاعتكاف المنظور الفردية، والثاني اللبس في المسجد، ولا يكفي في اللبس قدر الطمأنينة بل الزيادة عليه بحيث يسمى ذلك اللبس عكوفا كويس. فأيل هنا بقى إيه؟ وله أي لصحته وتحققه، وقوله شرطان أي ركنان، فمراده بالشرط هنا ما لا بد منه فيسبق بالركن. بس ساعات الفقهاء يستعمل الشرط بمعنى الركن، وساعات يستعمل الركن بمعنى الشرط، وساعات يميز بينهم الفقهاء كده يلخبطوك يعني. لكن على اي حال لو انت عايز التحديد والتفصيل، الشرط ما كان خارج عن الشيء ويكون ضروري، والركن ما كان داخل الشيء وهو ضروري له كويس. كان على رأي الدكتور علي جمعة كان يقول لك ايه الشرط خارج والركن داخل، يقول لك اعملها اغنية طول ما انت ماشي تقول الشرط داخل والركن خارج، الشرط خارج والركن داخل، لحد ما يمر عليك مبنى. كان يقول للطلبه بتوعه كده دكتور علي جمعه مفتي الجمهوريه ربنا يبارك لنا فيه. هديك مثال تفهم يعني ايه خارج ويعني ايه داخل.
الصلاة من شروط صحة الصلاة دخول الوقت والوضوء واستقبال القبلة وطهارة البدن والثوب، مش كده برضه؟ كل دي شروط. كل دي خارج صلاة ولا خارج الصلاة؟ خارج الصلاة. يبقى الشرط خارج ولكنه ضروري. لو صلى وعليه نجاسة صلاته باطلة، لو صلى إلى غير قبلة ما تنفعش إلا إن كان مسافرا في صلاة نافلة، مش كده برضه؟ طيب ولو صلى قبل دخول الوقت لا تصح منه وعليه الإعادة، يعني شرط ضروري أهو لكنه خارج عن إيه؟ عن ماهية الشيء. طيب والركن، تكبيرة الإحرام، قراءة الفاتحة، القيام مع القدر، الركوع، السجود، مش كده برضه؟ التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، في التشهد الأخير يعني والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فيه دي أركان التسليمة الأولى، كل دي أركان، أركان لكن تمثل جزء داخل الصلاة، مش كده برضه؟ يبقى الركن داخل والشرط خارج. طيب إيه في الحقيقة بقى في الحياة بقى بالنسبة للإنسان؟ نقول إن الهواء شرط لحياة الإنسان، والقلب ركن من أركان الإنسان، لأن القلب جزء من الإنسان ولكن الهواء مش جزءه، لكن من غير الهواء ما يعرفش يعيش، مش كده برضه؟ يبقى نقول إن الماء والهواء شرطان لحياة الإنسان، لأنه خارج، وإن كانوا خارجان عن الإنسان إلا أنه بغيرهما لا يوجد إنسان، واضح؟ لكن برضه تيجي للإنسان بقى، الرأس جزء هام في الإنسان، هل في إنسان بلا رأس أو بلا قلب أو بلا جزع؟ مهمين دي، يبقى دي أجزاؤه، واضح؟ ده الفرق يعني الخلاصة، إن الشرط خارج وركن. مع ده كله ساعات الفقهاء بقى يستعمل لك الشرط مكحل الركن والركن محل الشرط في بعض الأبواب، لكن لما تبقى أنت عارف الفرق تيجي تحقق الكتاب، طول ما تيجي تحقق الكتاب تقول إيه؟ كان الأولى أن يستعمل هذا بمعنى الركن، وكان الأولى تعدل أنت بقى، يبقى علامة ساعتها. بس إيه؟ ما تعدلش في صلب الكتاب وتشطب، لا، تثبت ما قيل الأول، والتعديل يبقى في الهامش، لأن يمكن أنت تطلع فاهم غلط، يجي غيرك يطلع أن فاهم الأولاني صح، ونحافظ على العلم، إنما ما نشطبش ونكتب جهلنا إحنا نثبته، لا، وإلا ده يبقى إيه؟ لعب في تراث المسلمين، وده لا يعني لا يصح. المسلمين حافظوا على تراثهم، حتى اخطائهم يكتبوها يثبتها وبعدين يعلق عليها انه خطا، لانه ممكن بعد مرور السنين يتضح ان اللي انت اللي كان فاكرينه خطا ده من 200 سنه طلع هو الصواب، والناس كانوا فاهمينه غلط اصلا، مش كده برضه؟ لكن لو كان محاه خالص ما كناش عرفنا الفرق بين ده ولا ده ولا تطور فهم الناس. فمهمه الحاجات دي، فوانت بتقرا في كتاب مثلا لقيت كلمه حاسس انها غلط، حط تحتها او فوقيها خط، وتيجي في الهامش تكتب ايه؟ فهمك انت، لكن تسيبها برضه، يمكن يجي من ذريتك وضع علامه يجي يقرا كده يلاقي جده كان فاهم غلط، يقوم يروح مصلح كده ويقول لك لا، ما في المتن صحيح والتعليق ده قابل للمناقشه. بس بتحصل ولا ما بتحصلش؟ بتحصل. فممنوع حكايه تشطب دي وتعمل الحاجات دي، ممنوع. قوله وله أي لصحتي وتحققي، قوله شرطان أي ركنان، فمراده بالشرط هنا ما لابد منه فيصدق بالركن أيضا، وبقي ركنان لأن الأركان هو أربعة كما مر ذكر منها النية واللبس وترك المسجد، بمعنى أنه لم يذكره على وجه العبد استقلالا، وإن ذكره على وجه أنه من تتمة الثاني اللي هو اللبس، يعني هيبقى اللبس يعني المكسي، يعني المكسي فين؟ في المسجد. يبقى ما يقول اللبس معناه قال المسجد داخل فيها، حيث قال واللبس في المسجد، وترك ايضا المعتكف، لكنه يعلم من كلامه التزاما ان من ضمن اركان لازم يبقى في بني ادم معتكف اصلا، وهيبقى في اعتكاف من غير معتكف؟ في عمليه يجريها جراح من غير مريض؟ فهمت؟ ما ينفعش، لازم يبقى في معتكف، في بني ادم قائم بالفعل، لأن الفعل يحتاج فاعل. وترك أيضا المعتكف لكنه يعلم من كلامه التزاما، يسموه لزوم عقلي، يعني لزوم عقلي ذهني، يعني العقل لا يتصوره بدونه، هذه معنى التزام عقلي. فإن اللبس يستلزم اللابث وهو المعتكف، وقد صرح به الشارح حيث قال وشرط المعتكف إلى آخره. قوله النية، أول حاجة طبعا
احنا دلوقتي قاعدين اهو في الدرس، ممكن تروح ناوي الاعتكاف دلوقتي، نويت الاعتكاف تاخد ثواب الاعتكاف كمان مع ثواب، لان عند الشافعيه الاعتكاف يتم بقدر ايه؟ يعني ما زاد عن الاطمئنان، ما زاد عن الاطمئنان. يعني مثلا قعدت كده ولو تلت ساعه ربع ساعه 10 دقائق تمشي، فيبقى ممكن الانسان ينوي الاعتكاف مع كل دخوله للمسجد في الصلوات اللي بيصليها وياخد ثواب الاعتكاف. لو هتصلي مثلا الفجر بجماعه هتاخد لك بتاع نص ساعه لما تخلص صلاه الفجر، وتصلي الظهر بجماعه تاخد لك بتاع تلت ساعه، وتيجي العشاء كمان والعصر والمغرب تلاقي نفسك كل يوم مكتوب لك في صحيفتك اعتكاف ساعتين ثلاث ساعات كل يوم. يعني في الشهر ثلاث ساعات في 30 ب 90 يوم، يعني في السنه ايه ده؟ ده انت تقابل ربك من المعتكفين. يعني وانت اصلا يمكن ما بيتش في الجامع عمرك ولا مره، لكنه ايه بهذه النيه الحلوه. يبقى ايه؟ تحاول تحرص كل ما تدخل الجامع هتصلي جمعه، هتصلي اي فريضه من الفرائض، هتنتظر واحد صاحبك. هتقول له مثلا انا منتظرك في جامع كذا. فبدل ما تقعد كده ايه ساكت انوي الاعتكاف وخش اقعد. افرض عايز تاكل وانت في بلد غريب وما تحبش تاكل في الشارع وجبت الاكل والاكل في المسجد مكروه الا للمعتكف، فتدخل المسجد وتنوي الاعتكاف فتزول الكراهه تاكل. والنوم في المسجد مكروه الا للمعتكف، عايز تنام تنوي الاعتكاف ونام. شفت بقى؟ تبقى حاجات حلوه فتفيدك تخرج من الكراهه وتاخد ثواب اكتر. شفت الفرق بين اللي عارف واللي مش عارف؟ المتعلم من المتدلم. فهمت بقى الفرق؟ فمهمه الحاجات دي. يا الله. يبقى النيه اي بالقلب، والنيه كفايه قلبك بس، مجرد قلبك يتوجه. وحتى لما تيجي تسجد تدخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من باب السلام، ربنا لا يحرمنا من هذا ابدا، فتلاقي ايه كاتبين لك على العمود كده نويت سنه الاعتكاف. شفتها دي من باب السلام؟ اول ما تدخل تلاقي اول عمود يقابلك نويت سنه الاعتكاف. كويس؟ يعني كل ما تدخل بيفكرك على مذهب الشافعي، مع ان يا اخي اللي كتبوها كانوا احناف. حاجه غريبه، استعجب انا ايه اللي خلى الاحناف يكتبوا الحكايه دي؟ مع ان الاحناف عندهم ما ينعقد الاعتكاف الا بيوم وليله، واللي كانوا كاتبين دي العثمانيين زمان الاتراك، ولما جم الجماعه بعدهم مسكوا المنطقه ما يدروش يمسحوها لانها بقت اثار، فكلوا عليهم عايزين يشيلوها، لكن ما يقدروش لانها اثر ويدخل فيها بقى مشاكل سياسيه شغلانه كبيره، ما يقدروش. سيبنا لكن سيبنها حلاوه. شوفها كده تقول نويت سنه الاعتكاف، جميله. طول ما انت داخل خارج تعتكف. النيه اي بالقلب كغيره من العبادات، لان النيه عموما محلها القلب الاصلي كده. خلافا لمن قال لابد ان تكون باللسان وتكفيه نيته وان طال مكثه. يعني تكفيه النيه وان طال، مش محتاج يجددها كل شويه. افرض قال نويت سنه الاعتكاف وقعد له 10 ساعات، قعد يومين، قعد بدا. خلاص تكفيه، منسحب عليه. وان طال مكثه. ثم ان اطلق الاعتكاف بان لم يقدر له مده سواء كان منذورا او مندوبا، كان قال في الاول لله علي ان اعتكف، ده المنذور يعني، نويت الاعتكاف المنذور، وفي الثاني اللي هو المندوب نويت الاعتكاف واطلق فيهما، ثم خرج من المسجد بعد ما قال كده بلا عزم عودا، عود بلا عزم عود انقطع اعتكافه. يبقى لما تنوي الاعتكاف وحبيت تخرج من المسجد لاي سبب تجدد وضوءك تعمل، تنوي العود، تنوي العود. لو انت خارج مثلا تجيب اكل تاكل، سمعت ان في واحد بينادي عليك فطلع له. لكن لو ناوي تخرج بس للتبرز او لقضاء حاجتك، حاجه الانسان العادي، ما يحتاجش ايه نيه العوده، لان ده شيء لابد منه لانه من طبيعه الانسان. واضح؟ انما لو اي حاجه تانية يخرج بنيه العود فيبقى لا ينقطع اعتكافه. فان لم ينوي العود انقطع اعتكافه، عليه انه يعيد النيه تاني لما يدخل تاني. لكن حلاوه بقى ان هو لما يخرج وينوي العود يبقى حتى وهو في خروجه مكتوب معتكف. شفت الحلاوه بقى؟ يبقى هو في خروجه مكتوب معتكف، دي الميزه. كل مره يا رب ان كل مره لا لا، ما هو الاعتكاف وقت نيتي امتى؟ عند دخول المسجد، مش مقدما. لا مش لا لا مش مقدما، دي فهلوه بقى، فهلوه المصريين.
فاهلوا دهنوا الهوا دوكم. لا اصل زي واحد يقول ايه يا رب نويت كل صلاه ادخلها في وقت الظهر تبقى صلاه الظهر، وبعدين كل ما يجي يصلي ظهر بقى طول عمره يقول الله اكبر وهو غافل. ما ينفعش. يقول لك ما انا نويت من 3 سنين. ما ينفعش. النيه لها وقت، وقت النيه عند اول الفعل عند التلبس بالفعل ده وقتها، انما اللي انت بتقوله ده اسمه قصد او عزم. يعني عزمت ان انا كل ما ادخل المسجد ابقى انوي الاعتكاف، ده اسمه عزم، عزم او قصد وليس نيه شرعيه. النيه الشرعيه انت عند التلبس بفعل الشيء، واضح؟ فيبقى لازم ايه لما تيجي تدخل تنوي. والنيه اي بالقلب كغيره من العبادات، خلافا لمن قال لابد ان تكون باللسان وتكفيه نيته وان طال مكثه، ثم ان اطلق الاعتكاف بان لم يقدر له مده، يعني قال نويت الاعتكاف وما قالش قد ايه، كويس؟ سواء كان قال نذرا لي علي ان اعتكف وما حددش مده، او قال نويت الاعتكاف اللي هو المستحب بلا نذر، يعني كان قال في الاول لله علي ان اعتكف نويت الاعتكاف المنذور، وفي الثاني نويت الاعتكاف واطلق فيهما ثم خرج من المسجد بلا عزم عود انقطع اعتكافه، سواء خرج للتبرز ام لغيره، فان عاد جدد النيه، وان خرج من المسجد مع العزم على العود كان هذا العزم قائما مقام النيه فلا يحتاج لتجديدها عند العود. واضح؟ سهله الحاجات دي؟ سهله. وان قيده بمده منذورا كان او مندوبا كان، كان قال في الاول لله علي ان اعتكف شهرا نويت الاعتكاف المنذور، وفي الثاني نويت الاعتكاف شهرا ثم خرج من المسجد لغير تبرز كالاكل ونحوه انقطع اعتكافه، فان عاد جدد النيه ما لم يعزم على العود عند خروجه، والا قام هذا العزم مقام النيه كما في سابقه. بالضبط. واضح؟ نفس اللي في سابقه، ما فيش تغير. وإن خرج لتبرز لم ينقطع فلا يجب تجديدها عند عوده لأنه لابد منه، فهو كالمستثنى عند النية. يبقى إيه؟ قضاء حاجة التبرز دي والتبول دي اللي مش محتاجة نية العود، لكن لو خرجت لأي غرض آخر غير كده يبقى تنوي العود، فإن لم تنوي العود في أي غرض آخر يبقى انقطع وتنويت نيتها تاني. تقين نيتها تاني مهمة ليه بقى في الحالة دي؟ علشان لو انت كنت ناوي انك تعتكف شهر يبقى الجزء المخصوم ده تعوضه مدة جوه. واضح؟ لان انت كده اعتكفت شهر ناوي تعتكف شهر. برضه في نفس الوقت ها؟ لا ممكن يجي لك جوه. مش كده برضه؟ ده ممكن يجي لك جوه سهل. تطلب بالموبايل موسك ديليفري يجيب لك على طول. مش كده؟ مش في هوم ديليفري؟ في موسك ديليفري يعني مسجد ديليفري. يعني يجيب لك الجامع. كانوا بيعملوها هنا في الاعتكاف، نبقى فطرانين فطار قد كده ويجوا على الساعه 10 يجوعوا مش عارف لحقوا يجوني، والاقي الهوم ديليفري جاي على الجامع، كل ده بيتصبروا علشان الصحون فاضل عليه ساعتين. حاجه عجيبه على المصريين دول واكلهم، شغلانه تالف فيهم كتب. طب انت مش رحت مش كنت في الحج في منى؟ الناس المصريين هيقعدوا في منى 3 ايام يشيلوا الزنابيل والبتاع مليان اكل كانهم هيعيشوا طول العمر، وهم ركابهم وجعاهم اصلا وتخان، وبالرغم من كده برضه شايفين مش راحمين نفسهم. وبقى اول ما يوصلوا يقولوا هو ده بقى الخيمه اللي هنقعد فيها؟ هو ده؟ اه الحمد لله. يروح حاطين واكلين على اول ما يقعدوا على هي اول حاجه يعملوها. لاحظ الحكايه دي تجدها. لا يعني تجدها فعلا بس في المصريين بس، اول ما تلاقي واحد بيعمل كده يبقى ده مصر. على طول. فدي مشكله. وجعت ايه؟ وجعت ظهرهم ووجعت ركبهم، فخليتهم طول النهار مكسحين في الاتوبيس مش عارفين يمشوا، والتانيين ماشيين حلو كده بيقضوا مصاريعهم، ودول قاعدين مكسحين في الاتوبيسات مستنيين يتحركوا. درجة من عرفات لحد مزدلفة ومنى دي 9 كيلو، الحكاية كلها 9 كيلو، يقعدوا فيها 18 ساعة في الاتوبيس، لو مشيوها تاخد ساعتين، والا قعدوا في الاتوبيس ركابهم، اصل بياكلوا على طول كل ساعتين ياكل وبعد ساعتين ياكل، ده ولا المضاد الحيوي. فلازم الواحد يعني يهدى شوي. منظورا كان او من لابد منه اللي هو التبرز، فهو كالمستثنى عند النيه، وان شرط التتابع في مدته منظورا كان او مندوبا كان قال في الاول لله علي ان اعتكف شهرا متتابعا نويت الاعتكاف المنذور، وفي الثاني نويت الاعتكاف شهرا متتابعا، يعني هو حدد كده المتتابعا،
ثم خرج من المسجد لعذر لا يقطع التتاب وتبرزا كان او غيره، كنسيان للاعتكاف وان طال زمنه، وحيض لا تخلو مدة عنه غالبا، ومرض لا يمكن المقام معه في المسجد كما سيأتي، لم ينقطع اعتكافه فلا يلزمه تجديد النية عند العود، لكن يجب قضاء زمن خروجه بس لانه قال متتابع. واضح؟ الا من نحو تبرز مما لم يطل زمنه عادة كالاكل فلا يجب قضاءه، لكن لو ما طالش الزمن في الغالب زي واحد بياكل هياكل يعني هيقعد له ياكل قد ايه؟ ساعة ساعة ونص بالكتير على ما يقف طابور ويشتري ويعمل ويروح يجدد وضوء يدي له ساعة، لكن قعد ياكل خرج يتغدى جالك بعد ست ساعات طال بعد يعني متروكة للعرف فلا يجب قضاء ولأنه لابد منه فكأنه مستثنى بخلاف ما يطول زمنه كالمرض والحيض، وإن خرج لعذر يقطع يعني الحاجات اللي يطول زمنها تقطع التتابع والحاجات التي لا يطول زمنها لا تقطع التتابع. سهلة؟ حاجة تطول زمنها، واحد جاي مرض وقال إن أنا مضطر إن أنا أقعد في بيتي عشان أخد الدواء وأريح شوية وكده، فمرضه بياخد له خمس ست أيام يبقى قطع التتابع قطعا، يبقى عليه عوضها لما يخف. وكذلك واحدة حاضت فأقل الحيض يوم وليلة وغالبه 15 يوما فتبقى مدة برضه، فده يقطع التتابع. وإن خرج لعذر يقطع التتابع كعيادة مريض وزيارة قادم ووضوء مع إمكانه في المسجد انقطع اعتكافه وجب الاستئناف في المنظور، يستأنف يعني يبتدي من أول وجديد لأنه قال أنا نوى متتابع، لأنه نوى هنا متتابع، فيبقى ينقطع طالما خرج لحاجة تقطع لعيادة مريض أو شيء من هذا، أو قالوا له أبوك جاي في المطار روح استقبله فراح يقابله يبقى برضه لا يقطع التتابع. أو خرج يتوضى، طب تتوضى ليه؟ ما الجامع في ميضة، يقول لك أصل بستريح في البيت عندنا سخن وبارد وكده، يبقى يقطع التتابع. انقطع اعتكافه ووجب الاستئناف في المنظور ولا يجب في المندوب، لأن المنظور نوى التتابع في المنظور فواجب، لكن لما ينوي التتابع في المندوب لا يجب لانه ما زال مندوبا. واضح؟ لكن يستحب. وهل الافضل للمتطوع بالاعتكاف الخروج لعياده المريض او ادامه الاعتكاف؟ يعني احنا الوقت عندنا مساله، وانا معتكف ونويت الاعتكاف الحمد لله، وبعدين قالوا لي صديقك او قريبك ايه مريض، فهل الافضل ان انا اخرج اقطع اعتكافي اروح ازوره اعود وارجع، ولا طالما انا متلبس بالاعتكاف الافضل ان انا استمر في الاعتكاف؟ ادي المساله. فهيجاوب لك يقول لك ايه؟ قال الاصحاب هما سواء، يعني ده ليه فضيله وده ليه فضيله، الاستمرار في الاعتكاف ليه فضيله وعياده المريض له فضيله، ولو خصمت قطع الاعتكاف مع فضيله العياده او الاستمرار في الاعتكاف لهم قريبه بعضها، ايه بقى ايه؟ طالما هما سواء يتخير. واضح؟ يتخير. لكن محل التسويه في عياده الاجانب، اما عياده الاقارب ونحوهم كالاصدقاء والجيران فهي افضل طبعا، ابوك عيان الافضل تقوم على طول تشوفه وتاخده للدكتور وتقعد معاه، لكن لما يقول لك جارك عيان وجارك ده اصلا ليه 100 واحد يخدمه فيبقى خلاص بقى ما تفرقش، تبقى مستويه انك تستمر في اعتكافك او تروح انما لما يبقى قريب او صديق ليك معتمد عليك عارف ان هو مقطوع من شجره ولما بيعيط بيحتاجك معاه يبقى خلاص بقى، يبقى هنا الافضل انك تقطع اعتكافك. ليه؟ لان كل عباده متعديه تبقى ثوابها اعلى من العباده القاصره، مش كده برضه؟ والاعتكاف عباده قاصره على المعتكف، وعياده المريض عباده متعديه يستفيد بها اثنين، اللي بيعود المريض والمريض نفسه. فهي افضل لسيما ان علم انه يشق عليهم عدم عيادتهم، وعباره القاضي مصرحه بذلك وهو الظاهر خلافا لقول ابن الصلاح ان الخروج لها خلاف السنه، لانه صلى الله عليه وسلم لم يكن يخرج لها. دكتور الشيخ، هو في الحاله دي لو قطع الاعتكاف بعذر يقطع الاعتكاف، يعيد من الاول ولا بيعيد فتره بس؟ احنا قلنا لك ان هو ينوي الاعتكاف مره، يعني يقطع الاعتكاف معناه يعني لما يدخل تاني يعيد نيه الاعتكاف تاني، ولو كان ناوي تتابع او مده معينه يعوض الفرق. بس. فبتفيدك في المسائل دي. قول وينوي في الاعتكاف المنذور
أما الاعتكاف المندوب فيكفي فيه أن يقول نوايت الاعتكاف أو سنة الاعتكاف، لكن في الاعتكاف المنظور ينوي الفردية أو النذر عشان يميز بينه وبين الاعتكاف اللي هو سنة. زي في صلاة الصبح، صلاة الصبح هي اسمها الصبح والسنة بتاعتها اسمها الصبح، وهي اسمها الفجر والسنة بتاعتها اسمها الفجر، والفرق بينهم انك انت بتنوي ركعتين سنة، سنة الفجر تنعقد سنة، تقول نويت صلاة فرض الفجر تنعقد فرض. فاللي بيميزهم الفردية او السنية في النية، مش كده برضو؟ فاسمهم واحد لكن ايه التمييز بالنية. وقول الفردية يا سائلي عن شروط النية ايه، يقول لك القصد والايه والتعيين والفردية. يا سائلي عن شروط النية، القصد والتعيين والفردية، ثلاث شروط في كل حال، القصد والتعيين والفردية. وقول الفردية أي فيقول نويت الاعتكاف المفروض أو فرض الاعتكاف، ويقوم مقام ذلك أن يقول نويت الاعتكاف المنذور. قال بعضهم ويقع جميعه فرضا وإن طال مكسو، يعني جميع فترة اعتكافه اللي قاعدها دي كلها تقع فرض وإن طال مكسو، كأنها تنسحب نية الفردية على فترة إقامته ومكس في المسجد كلها. كويس. ونوزع فيه بأن ما يمكن تجزؤه يقع أقل ما ينطلق عليه الاسم فرضا والباقي نفلا كالركوع ومسح الرأس. يعني بيقولك أن أقل الاعتكاف عندنا إيه، أقل الاعتكاف المكس في المسجد مدة يعني يطلق عليك أنك أنت قاعد في الجامع، يعني مثلا تلت ساعة ربع ساعة نص ساعة كده. طيب، فلما أنا أنوي الاعتكاف فرضا فهل تنعقد النية الفردية على أقل ما يطلق عليه الاعتكاف وما زاد عن أقل هذا يبقى نافلة، ولا تندرج نية الفردية على كل المدة وإن كانت هي زايدة عن أقل ممكن من الاعتكاف؟ فاهم المسألة؟ فاهم إزاي الفقيه بيفكر؟ فهمتوا؟ فإن كنت أنا أصلا زي مثلا مسح الرأس، مسح الرأس عندنا مثلا الفرض بتاعه يتأتى عند الشافعية بجزء من الرأس، كويس، لكن بقية الرأس سنة، فبمجرد ان انا احط ايدي كده على الرأس ولمست الرأس قبل ما امسح كده وقع الفرض وما زاد سنة، ما ينسحبش بقى نية الفرضية عليها على باقي الاجزاء. فهمتني بقى ازاي؟ فعل كده كمان زي والركوع، اقل الركوع انك انت تطمئن راكعا وتقول سبحان ربي الاعلى بقدر تسبيحه. طب افرض قعدت تسبح 11 مره، يبقى هل انعقد فردا بقدر التسبيحه الاولى وما زاد نافله؟ فهم؟ في الركوع قالوا في الركوع ما زاد نافله، وفي الراس ما زاد نافله. طب هل كده كمان في الاعتكاف ما زاد عن اقل يبقى نافله؟ فهمتني ازاي بقى المساله؟ فهمت؟ شوف بقى كلام المشايخ. قال بعضهم ويقع جميعه فرضا وان طال مكسه، وان طال مكسه يعني ازيد من اقل ما يطلق عليه الاعتكاف. ونوزع فيه، نوزع فيه يعني لما قالوا كده ابتدوا الفقهاء بقى يتناقشوا بان ما يمكن تجزؤه يقع اقل ما ينطلق عليه الاسم فرضا والباقي نفلا كالركوع ومسح الراس. كويس. اما قعدوا يتناقشوا قالوا طب مش الحاجه اللي ممكن تجزؤها يبقى اقل ما يتسمى فرضا يقع فرض وما زال يبقى نافله؟ مش القاعده عندنا كده يا مشايخ؟ طب ليه انتوا في الاعتكاف قلتوا لا ده يقع كله فرض؟ قاعدين بيفكروا مع بعضهم، ياخدوا يدوا مع بعض. فهمت؟ فمقتضى ان يكون هنا كذلك. ووجهه، ووجهه بعضهم التانيين اللي ردوا عليهم بقى بان لو قلنا انه لا يقع جميعه فرضا لاحتاج الزائد الى نيه ولم يقولوا به. لو قلنا ان كل ان جميعه، شوف بيقول لك ايه، ان لو قلنا جميعه لا يحتاج لا يقع فرضا لقلنا من فرض على نفسه ان هو يعتكف نذرا لوجب عليه بعد كل نص ساعه ينوي الفرضيه تاني، ومحدش قال كده، وطالما محدش قال كده يبقى يقع فرضا. فاللي جاب بالك ده استبعده بعدم ورود تجديد النية في عقلية أي فقيه ولا فعل الصحابة، فترده
يبقى ده من المعفوات، ربنا قبلها خلاص. فهمتني بقى ازاي؟ ادي الرد عليه. لا احتاج الزايد الى نيه ولم يقولوا به، يعني مين لم يقولوا به؟ لا الصحابه ولا التابعين ولا العلماء ولا حد خالص. يبقى دي تفكير فيما لا طائل. ففرمل مخك بقى، ما تسيبش مخك يقعد يفكر الى ما لا نهايه كده ويدوخك. فرمل في الحته دي. اللي يفرملك ايه؟ اجماع المسلمين يفرملك، ما يخليكش بقى ايه؟ يقول لك اصل احنا عايزين نبقى مبدعين، نفكر فيما لم يفكروا فيه. ايوه الابداع ده في الامور غير الشرعيه، تبدا يعني تعمل عماره السقف بتاعها شكله كده، الحيطه بتاعتها مش عارف ايه، تبدا بقى في الحاجات دي. انما تيجي تبدا في شرع الله، شرع الله منضبط له ضوابط لازم تحافظ عليه. انوي ان ده فرض، ان الجزئيه دي فرض. لا لكن انت لما بتتوضى بتغسل وجهك 3 مرات، وقع اول مره فرض والاثنين سنه، مش كده برضه؟ بس لا مش محتاج. انت اصلا لو نويت في المره الثانيه فرض لا تقع فرضا الا نذرا، مش كده برضه؟ لكن لو نويت الفرضيه فانت بتنوي ايه؟ تحصيل حاصل، فهي حصل بالاولانيه خلاص. واضح؟ ولم يقولوا به بخلاف الركوع ومسح الرأس مثلا، قالوا به، قالوا في الركوع ومسح الرأس انه هو بتنعقد الفردية وثواب الفردية بأقل ما يقع قوله انه ركوع وما زاد نافلة. وبالتالي يبقى اي واحد بيخفف الركوع بياخد ثواب الفريضة، واي واحد بيطول الركوع بياخد ثواب الفريضة والزيادة النافلة. وإلا لو قلنا انه كله هيبقى فريضة، يبقى انت بتاخد اللي بيطول شوية هياخد ثواب اعلى في الفرائض من غيره. ولكن احنا بنقول ان التطويل سنة، مش كده برضو؟ وان اقل ما يجزي هو ده الفرض. سهل الحكاية. قول اللبث اي المكث حقيقة او حكما، فيشمل التردد في جهات المسجد. يعني انا لو نويت الاعتكاف في المسجد وماسك المصحف رايح جاي كده بحفظ وانا ماشي مع اني ما قعدتش، يبقى معتكف بالرغم ان انا ما قعدتش، لكن انا رايح جاي كده بسمع وماسك المصحف اقرا مثلا او في ايدي السبحه ورايح جاي اتمشى، يبقى برضه ايه؟ يبقى طالما بتردد داخل المسجد. بخلاف المرور، انا الجامع بتاعي مفتوح بابه من هنا وبمر فيه عشان اطلع من الباب الثاني علشان الشارع الثاني انا بيتي في الناحيه الثانيه، فكل ما باجي امر انوي ايه؟ الاعتكاف. ده ما ينفعش لان ده مرور. كل ما امر انا كده علشان اروح بيتي، ما انا بيتي ممر ولازم الجام. كان بيوت كثير من الصحابه كده ممرات، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم امر باغلاق كل البيوت الا باب علي، وسيدنا ابي بكر فتح له خوخه شباك بس، فقال تسد كل البيوت الا باب علي وخوخه ابي بكر. ابو بكر يبقى ليه شباك بس لكن مش باب برضه، يعني لما يجي يدخل بيته يلف حوالين الجامع ويدخل من الناحيه الثانيه. الا سيدنا علي، واجاز له النبي صلى الله عليه وسلم دونا عن سائر المسلمين ان يمكث في المسجد جنب. كمان خصائص لسيدنا علي، سيدنا علي ده اصله موال كبير يا عم. له خصائص، النبي صلى الله عليه وسلم خصه بحاجات زي ما خص معاذ بن جبل ان ياخد الرشوه وتبقى في حقه هديه. لما بعته قاضي لليمن قال له واحل لك الهديه دون سائر المسلمين، احل لك. لا يبقى النبي له التصريف في التشريع، يجعل الحلال حرام لمن شاء من امتي ويجعل الحرام حلال لمن شاء من امتي. شفت بقى؟ له التصريف اهو. لان سيدنا معاذ اصله كان كريم، ما حدش يجي يساله حاجه الا ويديله، فالنبي عارف في الطبع ده، واللي طبعه كده يبقى مفلس باستمرار ما عاوز يقول، اللي طبعه كده تملي، فالنبي حاسس بيه. فالرسول صلى الله عليه وسلم عارف انه حتى لو قبل الهديه مش هياخدها لنفسه، ده هيديها للناس، فاحلها له علشان عارف انها هتعود للمسلمين مره اخرى. فكان سيدنا معاذ بن جبل يعني يحل له ان ياخذ الهديه مقابل وظيفته، واي موظف اخر لو قبل الهديه مقابل وظيفته اسمها ايه؟ رشوه. الا لسيدنا معاذ وغيره كتير. ابواب الخصائص دي ابواب مفتوح كبير، تقعد تالف في كتب يدلك على ان النبي صلى الله عليه وسلم وكله الله في التشريع، فله ان يحل او يحرم لان الوكيل له حكم الاصيل صلى الله عليه واله وسلم. مش هو بيقول انا
كفيل او ضمين لمن ضمن كذا بالجنة؟ نعم. يبقى جعله يضمن اهو. لما واحد يقول يا ضمين يا رسول الله يقول له مشرك. طب ما هو النبي يقول انا كفيل او ضمين، ايه المشكلة يعني؟ لانهم مش فاهمين لا قروا احاديث ولا قروا سنة. يا رب. يبقى هنا بيقول لك ايه؟ اللبس. يبقى اللبس ده ركن مهم مش المرور. يبقى لو مر ونوى ما ينعقدش له اعتكاف. واضح؟ اي المكس حقيقة او حكما فيشمل التردد في جهات المسجد، واما المرور وهو ان يدخل من باب ويخرج من اخر فلا يحصل الاعتكاف به على المعتمد، وقيل في رأي ضعيف يحصل به لكن بشرط وقوع النية حال السكون. اللي قالوا يجوز في المرور ان ينوي الاعتكاف وياخد ثوابه، قال لك بس يقف لحظه ما ياخدهاش كده ازحى على طول، يعني لما يجي يدخل كده يقف لحظه ينوي الاعتكاف وبعدين يكمل تاني عشان ياخد ثواب الاعتكاف لحظه مرور. وده يبين لك قد ايه ان المسلمين حريصين على ان تبقى كل حركاتهم في عبادات. ده يبين لك ان دي امه عابده مش عايزين يضيعوا وقتهم ولا جهدهم بلا طائل، عايزين باستمرار يبقوا مع الله على طول مع الله في كل حال، لان القران علمنا كده يقول لهم فاذا ايه؟ فاذا اقمتم الصلاه، يعني اقمتم الصلاه اعملوا ايه؟ كلوا فاذكروا الله قياما وقعودا على جنوبكم، فاذا اطمأننتم ناموا فاقيموا الصلاه. يبقى هم اتعلموا من القران ان الانسان باستمرار مع ربه على طول، مفيش حاجه اسمها تنبلة ولا غفلة ولا لهو ولا لعب. دي وظائف الامم الاخرى اللي احنا ملناش دعوه بيها، انما انتوا امة حبيبي قال لهم فاذكروني اذكركم، لكن الامم التانية قال لهم اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم، لكن مع امة النبي اذكروني على طول. شفت بقى؟ لان التانية عبيد النعم وانت عبد المنعم. افهم مقام امة النبي كبير، فربنا يجعلنا منها ومن خيارهم. فلما تيجي تشوف انت تقرا الفروع دي بتبين لك يعني ايه المخ المسلم وقلبه بيفكر ازاي، ان هو عايز حياته كلها تبقى لله، حتى لو بيته بيمر على الجامع عايز يخلي مروره ده اعتكاف. شوف قد ايه المسلم عايز يبقى عابد في كل احواله. فهي فروع بتربي فيك هذه الملكه، ملكه العباده على كل حال. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومات، مش فروع بتتقال لعبي يعني كده وخلاص ومناقشات فقهيه، لا ده بتبني فيك ازاي تبقى مصحصح لنيتك مع كل لحظاتك في حياتك كلها مع كل انفاسك. بخلاف اللبس الشامل للتردد فلا يشترك فيه وقوع النيه حال السكون على المعتمد، لكن اللي رايح جاي في الجامع بيحفظ ده مش محتاج يسكن لحظه عشان ينوي، لانه ده بيتردد داخل ايه؟ مساحه المسجد نفسه. بل يكفي وقوعها في اول دخوله في المسجد ولو في هوائه. شوف هواء المسجد، يعني افرض شجره طالعه من الشارع ومديه فرع كده على جوه المسجد داخله، وانت قعدت فوق فرع الشجره دي نويت الاعتكاف عشان ما حدش يكلمك ويقلقك، عملت لك قعده حلوه فوق كده، تنفع لانها في هواء المسجد. في هواء المسجد. هو ما دخلش المسجد اصلا. ما هو دخل ولما طلع الشجره وتسلقها ودخل هواء المسجد بقى دخل المسجد. مش كده برضه؟ بقت في هواء المسجد. ما هو المسجد مسجد الى عنان السماء، مش كده برضه؟ يعني لو الشجره دي شجره برتقان ولا بتاع وطالع يقعد يقطع البرتقان وهي داخله على الجامع ينوي الاعتكاف لحظه قطع الثمر، يبقى هو بيقطع الثمر علشان المسلمين تاكل بياخد ثواب. واخد بالك؟ وفي نفس الوقت نوى الاعتكاف ياخد ثواب الاعتكاف. شفت ازاي يجمع العبادات؟ وعلشان كده من اوتي يعني ان النوايا الحسنه هو ده الموفق. لدرجه ان بعضهم كان يجمع في العمل الواحد 70 نيه. 70 فائده. في عمل واحد بس. فعلشان كده الواحد ياخد باله. في المسجد اي الخالص المسجديه، مسجد يكون خالص المسجديه، ما يكونش فيه حته مشاع ملك حد. لازم يكون مسجد خالص كده لله. فلا يصح الاعتكاف في غير المسجد كالمدارس والربط ومصلى العيد بالرغم انها بتقام فيها الجماعات. وقيل اذا اعدت المراه لصلاتها، قيل يبقى معناه مختلف فيه،
معناه في ناس قالوا وناس ما قالوش. أنا أقول لك قيل. وقيل إذا أعدت المرأة لصلاتها محلا من بيتها يكون كالمسجد فلا الاعتكاف فيه. يبقى في رأي هو حلو للستات لو تعمل لها أوضة كده منفصلة في بيتها خاصة بصلواتها وحبت الاعتكاف فتعتكف فيها لها. في وجه من وجوه الفقهاء أجازوا لها أن تعتكف فيه برغم أن الحتة دي مش مسجد كويس. ولا في لكن ما ينفعش للرجل. ليه؟ لأن مبنى المرأة على الستر والرجل المسجد له أفضل، والمرأة صلاتها في بيتها أفضل من الصلاة في المسجد، والرجل صلاته في المسجد في الفريضة أفضل، فحكمهم مش مختلفان في المسألة، فلا يقاس عليها الرجل. واضح؟ لو الرجل عمل كده يسموها خلوة أو عزلة، واخد بالك؟ لكن ما تسماش اعتكاف. ولا في المسجد المشاع، ما ينفعش برضه المشاع اللي هو المسجد اللي هو إيه؟ يعني مملوك لجهات عديدة، مملوك لجهات عديدة. فما ينفعش، لازم يكون مسجد خالص كده خالص لله عز وجل ما فيهوش جهات كتيرة بتتنازعه، بخلاف التحية فإنها تصح فيه، لكن المسجد المشاع ده تصح في تحية المسجد فيه. ويكفي في المسجد الظن بالاجتهاد، ويكفي في المسجد هي الايه؟ انك انت تظن انك انت كده في المسجد، لان في بعض المساجد بتبقى ليها فسحات كتيرة محاطة بيها وملحقة بيها، فيكفي انك انت طالما دخلت في الحتة دي وغالب ظنك ان ده تابع المسجد يبقى يكفيك كويس. ويكفي في المسجد الظن بالاجتهاد، ومنه رحبته القديمة وهي ما أعد لحفظه بخلاف الحادثة. الرحبة اللي هي ايه؟ اللي هي المكان المكان المتسع الخارج المسجد اللي بيسموه دلوقتي جنينه، يعملوا جنينه، يعملوا ممرات، يعمل لك الاول سور كده وبعدين تدخل في السور ده تمشي في ممر وبعدين تلاقي باب الجامع، او الممر ده اللي انت بتمشي فيه محيط بالمسجد ده، وساعات يعملوا فيه بعض الزرع ويعملوا فيه، او ده له حكم المسجد لانه داخل السور يسموه الرحبه كويس. فيجوز انك انت برضه ايه تعتكف فيها. ومنه رحبته القديمه، القديمه اللي هي انشئ عليها وهي ما اعد لحفظ بخلاف الحادثه كرحبه باب المزينين فلا يصح الاعتكاف فيها. الظاهر كان في جامع بيضرب بيه مثال للازهر، جامع الازهر عملوا له الظاهر رحبه ايه خاصه بباب المزينين فكانت جديده حادثه، يقول لك لا ما تعتكفش انت في حته المزينين دي، الظاهر ناحيه البطنيه من الناحيه الثانيه بقى في باب كده هناك الرئيسي اسمه باب المزينين والله يبقى معمول له الرحبه الزياده دي الحته الفسحه دي بقى ما تعتكفش فيه. بس الناس تدهسك راحه جايه بقى من الناس تبقى انا اعتكف في الشارع بقى. فلا يصح الاعتكاف فيها. ومنه ايضا روشنه المتصل به، روشنه المتصل به يعني لو في بلكونه متصله بالجامع تطلع لها عن طريق الجامع وداخله على الجامع كده، دي اسمها الروشن، واخد بالك؟ يقول لك واد ايه مروشن يعني طول النهار قاعد في البلكونة فاضي يعني. عارف انت اللغة العصرية يقول لك ايه ايه الروشنة دي يعني وفي روش برضه، روش يعني مروش بقى ولا روش يعني يعني مريش؟ لا مش روش، اصل مريش يعني معناها جاية في القرآن وريشة، يعني مريش دي جاية من الريش يعني عنده يعني ايه ما زاد عن الحاجه والتحسينيات كمان، يعني في باب الرفاهه بقى مرفه قوي ده الريشه، واخد بالك ازاي؟ وعلشان كده بيقول لك ايه روشنه. ومنه ايضا من المسجد يعني روشنه المتصل به وكذا هواؤه، زي عرفه برضه هواء عرفه يصح به الموقف، يعني لو معدي الطياره كده وانت محرم في هواء عرفات يوم عرفه واخد بالك ونويت الحج انعقد حجك كويس، حتى لو انت في الهواء في الطياره مثلا معدي كده وكذا هواؤه فيصح الاعتكاف على سطح المسجد وعلى غصن شجره في هوائه سواء كان اصلها فيه او كان خارجا عنه، وكذا اذا كان اصلها في المسجد وغصنها خارجه كالروشن، ولا يجب الجامع خلافا لمن اوجبه. ولا يجب ان يبقى المسجد ده جامع يعني يقام فيه جمعه، لا يجب كويس، لان ممكن اكون ناوي اعتكاف يوم واليوم ده ما فيهوش جمعه، يبقى ممكن اي جامع حلال تقام في جمعه اعتكف فيه.
لكن لو هعتكف اسبوع والاسبوع ده فيه جمعه يبقى احسن اعتكف في المسجد الجامع عشان ما اقطعش اعتكافي واخرج اصلي جمعه في حته ثانيه. واضح؟ ولا يجب الجامع خلافا لمن اوجبه. نعم هو اولى خروجا من الخلاف. طبعا احنا القاعده عندنا خروج من الخلاف. بعض العلماء قال لك هروح هيعتكف ساعه واحده لا يصح الا في جامع يقام فيه جمعه ولو ساعه واحده. كويس؟ ده شروط مكان مش شروط ايه مكين. فالمكان نفسه كده. فخروجا من الخلاف اما تحب تعتكف هتعتكف بقى في جامع تقام في جمعه خروجا من الخلاف. لكن لو هتعتكف في مسجد اخر لا تقام فيه جمعه يصح اعتكافك ما لم يكن في اثناء اعتكافك هتيجي جمعه. واضح؟ ايوه هو ضروره بس يعني هيقطع اعتكافه في حين انه كان الاولى طالما هو عامل حسابه كده كان يعتكف في الجامع اللي هيخرج له عشان ياخد العباده على بعضها. لان اصل المعتكف لما بيقعد مده في الجامع ويجي يخرج يواجه ناس تاني ويحتك بيهم بيجد ظلمه كده تصيب قلبه. فتاثير الاعتكاف بيتاثر. فهو عايز يحافظ لك على جرعه الانوار اللي دخلت قلبك بدل ما تقول. لكن لو ده حصل يعتبر يقطع الاعتكاف ولا لا؟ على حسب هو بقى نوى العود ولا ما نواش العود، طال الزمن الفصل ولا ما طالش الفصل، على حاجات نوى التتابع ولا لم ينوي التتابع، على الخلاف اللي فات. نعم هو اولى خروجا من الخلاف ولكثره الجماعه فيه برضه، اولى الجامع ليه برضه الجماعه فيه اعدادها اكتر فثوابها اكتر، وهو هيصلي الصلوات بتاعته جماعه فيبقى الجامع اللي هيختاره ده يبقى جامع مسجد جامع يعني يؤم ناس كثيرين. نعم لو نذر مده متتابعه فيها يوم جمعه وهو ممن تلزمه الجمعه ولم يشترط الخروج لها وجب الجامع، لان الخروج لها حينئذ يبطل تتابعه. ولو عين في نذره مسجدا لم يتعين. يعني قال لله علي ان اعتكف في مسجد الاشراف بالمقطم لا يتعين شهر مثلا. يجي بقى يقعد لي هنا شهر نقول له لا يتعين ممكن تعتكف في المسجد اللي جنب بيتكم. كويس؟ الا ان ينوي الثلاث مساجد المشهوره. المسجد الحرام، مسجد الاقصى، مسجد النبوي طبعا. لو قال لله علي ان اعتكف في مسجد سيدنا الحسين لا وانا اعتكف في الازهر قدام. كويس؟ لان كله مساجد. واضح؟ الا ان نوى بقى احد المساجد الثلاثه فعليه ان يوفي. والمسجد الحرام لو اعتكف لو نوى المسجد الاقصى وهو ما يعرفش يروح نقول له اعتكف في المسجد الحرام لانه اعلى، فالاعلى ينقضي به الادنى، مش كده برضه؟ او نوى ان هو يعتكف في المسجد النبوي، المسجد الحرام ينعقد ايه فيه ويحل محل المسجد النبوي. واضح؟ سهل لك. ولو عين في نذره مسجدا لم يتعين فيكفيه غيره الا مسجد مكه او المدينه او الاقصى فلا يقوم غيرها مقامها لمزيد فضلها. قال صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد، مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الاقصى. يبقى ده معناه في النذر. الحديث ده جاء يعني في النذر عشان تفهمه صح، انما التانيين فهموه قالوا يبقى معناه ما تشدش الرحال لزياره قبر النبي. في فرق بين المكان والمكين. هنا بيتكلم على المكان، ولما بتروح تزور النبي رايح للمكين المتمكن. وزياره المكين بالاجماع مطلوبه للصالحين وتكون اشد طلبا للانبياء واشد لنبينا سيد الاولين والاخرين. وبالتالي يبقى ايه من حرمها بهذا الحديث يبقى لا فاهم لغه عربيه ولا فاهم ديانه ولا فاهم حاجه خالص. ده عباره عن ببغاء قاعد يردد ما لا يفهم. لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد. لما يقول الا ثلاث مساجد يبقى الاستثناء هنا استثناء من المساجد ولا استثناء منقطع؟ لا تشد الرحال مطلقا، يعني ما ينفعش اسافر ازور جدي ولا اسافر اشتغل ولا اسافر اتعلم ولا ما هو لو قلنا كده يبقى ولم يقل بذلك احد، يبقى لابد ان تكون استثناء متصل مش منقطع. فطالما متصل يبقى الاستثناء من مساجد. لا تشد الرحال لمسجد الا الى ثلاث مساجد. طب ايه دخل قبر النبي بقى في المساله؟ ما جابش سيره القبور اهو. فهمتني ازاي؟ فلا يستنتج منها ان انا اشد الرحال لزياره قبر النبي لان مش داخله في الحديث.
النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم على المساجد، والاستثناء هنا استثناء متصل، واخد بالك؟ يعني لا تشد الرحال مسجد الا الى ثلاث مساجد. يبقى ممكن اشد الرحال واروح العتبة علشان ارمي الجواب البوستة بتاعي في بوستة العتبة، ولا اقسم. ولا لما اي واحد يقول لي انت رايح فين، اقول له رايح العتبة علشان ارمي البوستة، يقول لي لا تشد الرحال الا الى ثلاث مساجد، كده شرك. اقول له انت مش فاهم حاجة بقى، صح ولا لا؟ انا اروح اركب قطر الصعيد عشان اروح اسافر الصعيد عشان ايه؟ جدي اللي مدفون في الصعيد. يوم واحد يقابلني في القطر يقول لي انت فين؟ اقول له والله انا بشد الرحال كده رايح ازور جدي اللي مات بقاله 100 سنه، وجاي هف عليا في المنام امبارح وشفته وقلت اما اروح ازوره. يوم يقول لي لا تشد الرحال الا، ما ينفعش، لان انا بتكلم على المساجد وانا بقول له هروح ازور جدي. هو النبي صلى الله عليه وسلم قال لك ما لا تشد الرحال حتى الى الاجداد، حتى الى الميتين؟ طب ما النبي كان بيزور الاموات. ما هو النبي نفسه صلى الله عليه وسلم كان يروح يزور شهداء احد. هو نفسه اللي قال الحديث ده، يبقى الحديث ده مش مندرج في المعنى المفهوم اللي قاعدين يقولوه زي الببغات كده ويشوشوا على الناس. فهنا بيقول لك ايه؟ لقوله لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد، مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الاقصى، وهذا لا يدل على انه لا تسن زياره الاولياء. الشيخ البيجوري بقى مصري صميم، راجل صوفي، فبيقول لك ايه؟ لا يدل على انه لا تسن زيارة الاولياء، لان المقصود زيارة المكين وهو الولي لا المكان كما هو المراد من الحديث. يبقى حديث بيتكلم عن المكان والولي مكين، فايه دخل ده في ده؟ فهمتني بقى ازاي؟ والا يبقى سيدنا جبريل يبقى أخطأ لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم في حادثة الإسراء وقال له ده قبر موسى بن عمران، ونزل سيدنا رسول الله صلى بجوار قبر سيدنا موسى ركعتين. يبقى لو كان في واحد وهابي معاهم في رحلة الإسراء والمعراج كان عمل نكد معاه. فالحمد لله ما كانش في حد معاهم، الحمد لله، فيهاش مشكلة، يعني فيهاش أي مشكلة. والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه قال ايه؟ عند الكثيب الاحمر رايت موسى بن عمران قائما يصلي في قبري عند الكثيب الاحمر، والحديث في البخاري، وصلى هناك ركعتين صلى الله عليه وسلم، اي بجوار هذا القبر الشريف، لانه حيثما وجد النبي وجدت بركه. فعند التماس البركه اللي هي القبول يستحسن من الواحد يعمل عمل مبارك ولا ابرك من الصلاه. ولو وقف انسان في حته ثانيه حلوه لطيفه، ويقوم مسجد مكة مقام الأخيرين لمزيد فضله عليهما، ويقوم مسجد المدينة مقام المسجد الأقصى لمزيد فضله عليه. ولو وقف إنسان نحو فروة كسجادة مسجدا، فإن لم يثبتها حال الوقفية بنحو تسمير لم يصح، وإن أثبتها حال الوقفية بذلك صح، وإن أزيلت بعد ذلك، لأن الوقفية إذا أثبتت لا تزول، وبهذا يلغز فيه لنا شخص يحمل مسجده على ظهره ويصح اعتكافه عليه حينئذ. يعني ايه الحتة دي لطيفة؟ يعني انا وقفت سجادة على ايه؟ ان دي السجادة دي افرشها في المسجد الفلاني، رحت المسجد الفلاني ده ورحت حطيت السجادة ورحت لازقها او مسمرتها على الارض، فبقت جزء من المسجد. وجاء بعد فترة انفصلت السجادة دي عن ارض الايه؟ المسجد. فرحت انا واخدها بقى مسجدي معايا، يظل عليها حكم المسجد، وهي معايا رايح جاي بيها اي وقت اروح فارشها واصلي عليها وانوي الاعتكاف، مسجدي معايا، لان لا تزول عنها صفة الوقفية، لا تزول عنها صفة الوقفية. لكن لو ما ثبتهاش لما وقفتها ما تاخدش حكم المسجد، واضح؟ لو انفصل يبقى عشان تاخد حكم المسجد لازم ابقى بثبتها الاول، واضح؟ فهمت المسألة دي؟ طبعا تاخد ويوم يعملوها فزورة، بس هتشيل رخامه تقيله بقى، خليها سجاده اصلا. وعلشان كده بيقول لك ايه؟ يلغز فيه، يعني يتقال فيها فزوره، لنا شخص يحمل مسجده على ظهره ويصح اعتكافه عليها حينئذ. ايه حلها؟ لما تسال واحد تقول له عندنا بني ادم شايل مسجده على ظهره ويفرشه في اي حته ويعتكف، ايه القصه دي؟ تقول له ده لو كان ايه وقف سجاده في مسجد وثبتها فيه وجعلها وقفا ثم انفصلت فاخذها، فايه؟ يبقى حكمه هي زي المساله، تفضل حكمها زي ما هي حكم المسجد لا تزول عن مسجد يعني. ها؟ ثبتها باي طريقه تثبيت بقى؟ لزقها مثلا بالبتاع زي المكت ده،
المكت ده اللي احنا مثلا بنلزقه نيجي نغيره ما بيبقى واقف على المسجد، جينا فكناه وغيرناه واخدت انت حتة منه يفضل له حكم المسجد عندك في بيتك. ما احنا وزعناه والله. اذا انفصلت ولا انا فصلتها؟ لا انفصلت بمرور الزمن. انفصلت بمرور. ما فيش حد يتعمد ان هو ما تتعمدش. ليه؟ لان الوقفية لا احترام. قول ولا يكفي في اللبس قدر الطمأنينة وهو قدر سبحان الله، بخلاف ان ده يكفي في الركوع يبقى طمأنينة. فهمتني؟ لكن في الاعتكاف ما يكفيش قدر الطمأنينة اللي هي قدر تسبيحة. وقوله بل الزيادة عليه، قال بل يكفي الزيادة على قدر الطمأنينة. وقوله بحيث الى اخره تصوير للزيادة المذكورة. وقوله عكوفا تقدم انه مصدر عكف يعكف او يعكف بضم الكاف وكسرها من مما دخل يدخل وجلس يجلس. قوله وشرط المعتكف، نقف على شرط المعتكف. والمرة دي هنحاول نخلص باب الاعتكاف كله بقى ان شاء الله، لان هو كميتين بساط ونقف على باب الحج ان شاء الله. اللهم علمنا وفقهنا ونورنا بانوار نبينا محمد صلى الله عليه واله وسلم، والحمد لله. ربنا يفقهنا جميعا وينور ابصارنا ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما. اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله. جزاكم الله خيرا.